رفعت قيادة عمليات بغداد 5000 كتلة كونكريتية من العاصمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما أشارت إلى نقل الكتل لمدينة الكوت من أجل بناء صوامع لحفظ الحنطة. العميد الركن عصام طاهر العباسي من قيادة العمليات أكد إن العمل يسير بوتيرة سريعة لرفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمختلف المنشآت التابعة للدولة إضافة إلى الجوامع والحسينيات. وأضاف العباسي إننا نعمل على رفع الكتل الموجودة أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقريبة من المنطقة الخضراء ونقلها إلى مناطق إخلاء الكتل والتي ستتم الاستفادة منها لغرض حماية بغداد من جهة الشمال في منطقة الطارمية.